Devenir professionnel est une nécessité et non un rêve. La chaîne Devenir professionnel va vous faire bouger pour devenir des professionnels. Salam alaikum wa marhaban bikoum ana f dros la comptabilité générale hada wa dars el 10 ghadi nkhdemou liom ala facture w aslan hada dars ra mohim bzaf lana w dars twil dakhlin fi mjmoua dial el dros bhal li majoration li réduction donc mjmoua dial el hwaj dakhlin fi dars dial la facture donc hna qsmnah بواحد الطريقه اللي هي بيداغوجيه باش نقدروا نميتريزو جميع الجوانب اللي متعلقين بلا فاكتور وقبل قبل ما نبداو الدرس ديالنا فقط هذا تذكير بهاد العناوين ديالنا على مواقع التواصل الاجتماعي وبالمناسبه بغيت نشكركم على التفاعل الكبير ديالكم على القناه ديالنا دوفوني بروفيسيونيل وكنبغي نذكركم ايضا مره اخرى الى مازال ما دوزتيش لي مايل ديالك باش تدخل لي مايل ديالك في الموقع الرسمي ديال لاشين دوفوني بروفيسيونيل هو apnac.com هنا تضعوا الايميل ديالكم في هذا لو شون دو تيكست اللي تشوفوا امامكم باش تقدروا توصلوا بالدروس ديالنا سو فورما ديال لي بي دي اف او لا وورد دونك حنا هذه ديال الخدمه الجديده اللي بغينا نبقاو نقدموا على لا شين دوفونير بروفيسيونيل على الموقع ديالنا الرسمي apnac.com و الى كتشاهدونا على عن طريق موقع اليوتيوب ما تنساوش تضغطوا على سابوني باش تكونوا دائما على اتصال باي جديد لا بالدروس ديالنا دونك مرحبا بكم على مره اخرى معكم الحسين الهمني من قناه دوفوني بروفيسيونيل وكما حنا متعودين دائما نحددوا لي زوبجيكتيف اللي بغينا نخدموا عليهم باش نقدروا نتمشاو في واحد المسار اللي هو اصلا محدد وعارفين فين غاديين الوغ لا كونطابيليتي ديال لي زوبيراسيون داشا ايفونت دائما نورمالمون واحد لوبيراسيون داشا ايفونت خاص تكون واحد لا فاكتور Donc l'objectif que nous allons faire aujourd'hui est maîtriser la facture et les procédures de facturation. Nous allons maîtriser la facture, nous allons voir le format de la facture, les éléments essentiels qui nous fera. Maîtriser la façon de comptabiliser les achats et ventes, nous allons faire la comptabilité. Nous déjà fait la comptabilité. Nous allons faire la maîtrise de la comptabilisation des réductions, les réductions commerciales, les réductions financières, ou les majorations, les matières via le transport ou les emballages. Donc nous allons d'abord faire l'objectif الاول اللي هو لا ميتريز ديال لا فاكتور اي لي بروسيدور دو فاكتوراسيون دونك لا ديفينيسيون ديال لا فاكتور alors la facture est un document obligatoire اصلا اي فاش كدير اي بيع وشراء اللي فايت 250 درهم ضروري خص تكون كتابي الا بغيتي تتفادى المشكل ديال حيازات المسروقات دونك هاد لو دوكيمون جوستيفي فيزافي دو فيسك لي اوبيراسيون داشاي دو فونت دو بيان اي سيرفيس يعني تنزل الفيسكاليتي فاش كيجيو عندك المؤسسه كيطلبوا مجموعه ديال لي فاكتور باش يتحققوا من دوك لي مونطون اللي نتا وضعتي في لو بيلون اللي هو اصلا مقدم اليوم alors sur une facture on trouve les indications suivantes alors في الفاكتوره دائما كنلقاو 8 ديال العناصر في اي فاكتوره عندكم اولا لا ريزون سوسيال يعني التسميه ديال الشركه لادريس العنوان ديالهم لي ريفيرونس كوميرسيال دو فوندور لي ريفيرونس كوميرسيال ديال هما registre de commerce, l'identité fiscale ou la patente. La raison sociale est l'adresse du client. Un numéro de classement, raqm tertibi dial factura, ou la raqm tertibi ki kon tabe' lik tabe' daima al mu'assasa, la date de facturation, nhar fash dart al factura, la désignation des biens vendus, yani tsmiya dial dok les produits li tba'ou, les travaux exécutés, yani ashghal li daro ou les services effectués, les khadamat al muqaddama. Le prix et le montant, bien le montant des biens vendus, les délais, les 3 mois ou 4 mois, les modalités de paiement, la caisse, la banque ou la trait, les frais de commerce, les réductions. ou les majorations يعني التخفيضات الحاجه اللي كتخفض ليا القيمه ديال الفاكتوره ولي ماجوراسيون الحاجه اللي كتزيد ليا الفاكتوره مثلا تي فيا ترونسبور او لا لي زومبالاج دونك هو في الفاكتوره هاد العناصر اللي تشوفوا بالثمانيه ضروري نورمالمون خصو يكونوا في الفاكتوره مي ما كاينش واحد الترتيب اللي هو موحد اي اونتربريز كتدير الفاكتوره على الشكل اللي هي كتبغي مي نورمالمون الشكل اللي هو عامه كنقدروا نلقاوه عند اي مؤسسه هو تيقسم على ثلاثه سيكون لونتيت لا فاكتور لو كورت لا فاكتور او لو بي الوغ في لونتيت كيدار لوغو ريزون سوسيال لادريس ديال
ديال لو كلي يعني ديال الزبون ديال لو فورنيسور داك اللي كيبيع، هنايا تيكون نون دي كليون لا ريزون سوسيال ديالو او لا لو نون ديال الكليان ولا ادريس او لا فيل. هنايا لا دات فاش دارت هاد لا زون كنديرو واحد النيميرو دو كلاسمون، كنكتبو فاكتور نيميرو مثلا او لا كنكتبو فقط رقم. هنايا ديزينياسيون يعني ديال دوك لي برودوي فوندو، لي ترافو اكزيكوتي ولا لي سيرفيس افيكتوي. الوغ كيما كتشوفو هنايا ريفيرونس، كاين بعض المؤسسات بعض لي زونتربريز تيكون عندهم مثلا 20,000 ارتيكل، الوغ كل ارتيكل عنده التسمية ديالو، كيديرو لهم ارقام. الوغ هاد الارقام باش كيكون ساهل باش يحفظوهم، مثلا تيدير ليه ا 001 وتيسمي الارتيكل ا 002 وحنا غاديين هكذا بي سي دي على حسب كل مؤسسه. دونك فقط هذا ريفيرونس وديزينياسيون متعلق بالمنتوج اللي انت كتشري، اللي هما اصلا الشركه اللي كتختارو، الكونتيتي اللي شريتي زائد الثمن والمونطون. في الاخير تنجمع الحساب، غادي نقصو من لي ريديكسيون اللي هما غابيغ ومي ريستورن، غادي نشوفهم من بعد، غادي تزاد القيمه ديال الفاكتوره بهاد لي زيليمون وكيتسماو ماجوراسيون تي فيا ترونسبور اي امبالاج، وفي الاخير غادي يكون عندنا التوتال. الو باش نتفاداو باش تكون يعني الحاله فاش كيكون مثلا كنصيفطوا الفاكتورات ديالنا للفيديوسير، يعني حنا ما عندناش كونطابل مي كنتعاملوا مع شي فيديوسير، كنديروا لي موداليتي دو بيمون هنايا باش دائما نتفاداو اي مشكل، لان الكونطابل اللي غادي يخدم معنا ما تيكونش في داخل المؤسسه، كاين في شركه اخرى. دونك باش نتفاداو داك الروتار، موداليتي دو بيمون واش بنك ولا كيس ولا سميتو، هنايا كنديروا لو مونطون ليتر باش نتفاداو المشكل ما بين الترقيم والكتابه. يعني الرقم اللي درتي هنايا في التوتال كتكتبو كتابيا، هنا في الاسفل في البي غادي نزيدو الريفيرونس كوميرسيال، ريجستر كوميرس، ايدونتيتي فيسكال ولا باتونت. وفي الاخير ممكن نزيدو معلومات اخرى، رقم الهاتف مثلا و ليمايل ولا السيت ويب ديال لونتربريز. وفي الاخير كيبقى لنا واحد العنصر اللي هو الكاشي او سيناتور. دونك هادي هي لا فاكتور دو. دونك 8 د العناصر اللي كنا سبقنا شفناهم هما اللي وضعنا في هاد لا فاكتور. دونك بالنسبه انت ك ريسبونسابل في لونتربريز، انت حر باش تخدم باي ديزاين بغيتي، دونك انت حر باش تخدم بالاشكال اللي بغيتي. دونك مازال غادي ندير واحد الدرس في الوورد، غادي تشوفوا واحد لي تيب ديال لي فاكتور ممكن تتابعوه على القناه ديالنا. الوغ لا فاكتور اي تان دوكيمون اوبليغاتوار كيما قلنا، كي جوستيفي فيزافي دو فيسك لي زوبيراسيون داشاي دو فونت دو فونت دو بيان اي سيرفيس. الوغ مي عندنا جوج انواع ديال الفاكتورات، ايل اكزيست دو تيب دو فاكتور، عندنا لا فاكتور دوا ولا فاكتور دافوار. باردون، لا فاكتور دوا ايل ماتيرياليز لوبيراسيون داشاي فونت، يعني هي اللي كتجسد ليا ديك العمليه ديال تبيع وشرا، اللي تيتابلي باغ لو فوندور اي ريغلي باغ لو كليون. الوغ لو فوندور هو اللي تيصوب الفاكتورا والكليون هو اللي تيخلص. الوغ هنايا في الحاله ديال البيع والشراء، الوغ في الحاله ديال لا فاكتور دافوار، الوغ كي ماتيرياليز لوبيراسيون داشاي فونت، الوغ هنايا في هاد لوكا اللي تيتابلي باغ لو فوندور اي ريغلي او كليون. الوغ الفوندور هو اللي تيصوبها مي تيخلص للكليون، يعني الحاله فاش كيكون لو غوتور، تنرد السلعه مثلا الفورنيسور هو تيرد ليا فلوسي، دونك غيرد ليا سو فورم دو فاكتور دافوار. علاش انا خاصني فاكتور دافوار في هاد الحاله؟ بما انني خديت فلوسي دونك ما بقيتش كنحتاج فاكتوره. الوغ لا، لانه في الفاكت انت فاش النهار الاول فاش خديتي هاد لو برودوي سجلتيه في لا كونطابيليتي ديالك، يعني سجلتيه كوم اشا كوم اون شارج. دونك ملي خديتي فلوس دونك كنشغل الفلوس خصني جوستيفي هاد الفلوس هادو، غادي نحيد هاد لا شارج في لا كونطابيليتي عن طريق الفاكتور دافوار. وغادي مازال غادي نشوفو في الدرج ديال الفاكتور دافوار كيفاش كنديرو لا كونطابيليزاسيون ديال لي فاكتور دافوار. الوغ الفرق الوحيد اللي كاين بين الفاكتور دو وفاكتور دافوار هما دوك العناصر الثمانيه كلهم كاينين، فقط كيتزاد هذا هذا فاكتور دافوار نيميرو فقط. نفس الشيء في الفاكتور دو كنزيدو فقط هذا الفاكتور. وفي الديزينياسيون كما شفتو هنا كيكون غوتور، مثلا انا درت غير واحد المثال غوتور 30 ارتيكل ريفيرونس 256، يعني الرقم ديال هاد لي زارتيكل نون كونفورم، يعني بان جيستيفيو علاش رجعهم علينا. فاكتور دو لا دات ديالها نيميرو 00 ا، يعني حتى ملي غادي نرجع هاد الفاكتور دافوار مثلا ديال الفيديوسيال هما غادي يعرفوا بان هاد الفاكتور دافوار متعلقه بالفاكتور دو نيميرو 00 ا. وهذا هو لو مونطون ديالها، دائما دوك الكاشي سيناتور ريفيرونس كوميرسيال وهاد لي زيليمون ضروري خص يكونوا في الفاكتور باش تكون فاكتور فالابل.
D'abord, on va voir la comptabilisation de la facture. Qui va jusqu'à la comptabilité. Normalement, les achats ou les ventes, des biens constituent respectivement des entrées et des sorties de stock. Les normes entre l'achat, c'est de stock ou la vente qui est le stock. Mais il faut cependant la comptabilité les enregistre, les charges quand je fais les achats, ou les produits qui sont les ventes. Alors, le cas, parce qu'il y a le consentement entre le vendeur et le fournisseur et le client, alors, le client, c'est une charge. Le fournisseur, c'est un produit. Mais là, d'abord, alors, deux raisons peuvent expliquer cela. Alors, la raison, là, les achats ou les ventes sont deux composantes fondamentales dans la formation des résultats de l'entreprise. Les NAO, là, je suis déjà fait le CPC, les produits moins les charges, qui est on a le résultat, les résultats qui comptent positif ou le résultat qui compte négatif. Et nous allons chercher là où on a acheté le CPC. Donc le résultat qu'on a le CPC ou les canons le bilan. Alors donc le mouvement de l'entrée et sortie dans le CPC. Alors quand tu bouges le stock, la comptabilité générale. فقط الشركة اللي كتبع stock يعني دخل في la sortie l'entrée ou les sorties qui تبع عندهم واحد logiciel آخر. وغادي نديرو دورات كوينية خاصة بيه اللي هو لوجيسيل سي ساري ولا سيل. Alors la raison tania, le bilan étant établi à la fin de l'exercice comptable, le stock qui figurant représente les stocks finaux. Alors le bilan, ملي كنمشيو للكلاس 3, كنلقاو stock actif circulant hors trésorerie في la classe 3, غادي نلقاو le stock. وحنا في الكونتابيليتي ما كندوزوش stock, كندوزو فقط في الاول العام وفي الاخير. Alors داك le mouvement qui dit le CPC. Donc maintenant le stock initial, c'est quand on le bilan le wul باش بديت. Alors داك le mouvement هو هذا يعني l'entrée ou la sortie في la fin de l'année maintenant بقى عندنا هذا le stock هو اللي كيتشجل في le bilan من بعد ما كنديروا la correction. Alors les entrées et les sorties sont par conséquent inscrites au CPC sont corrigées à la fin de l'exercice pour ne retenir que les consommations et les ventes effectives. Là n'a aucune des ventes les deux offres de comptabilité عاود كنرجعوا داك stock كنرجعوا للمولاه باش كيرجعنا في فلوسنا. Donc ما كناخذوا غير la consommation ou les ventes effectives هما اللي كيتجلوا في stock فينون من بعد كندوزهم في لا كونط كندخلهم في لو بيلون ديالنا. Donc فقط هذا علاش حنا كناخذوا les ventes qui trouvent les produits ou les charges, les achats qui trouvent les charges, yani classe 6 ou la classe 7. D'abord, on chauffe la comptabilité, la comptabilisation de la facture. Maintenant, la facture, maintenant, le 3-6-2017, achat de marchandises, machine de matière. Donc, achat de marchandises pour 15 000, numéro de la facture mis au juge, réglé par moitié par chèque numéro 44-231 et le reste à crédit dans 2 mois. Donc, la facture d'achat, c'est une charge. Alors, on va faire la classe 6, achat de marchandises, 15 000 dirhams, خلصت la moitié de la banque, ou le reste qui est le fournisseur, 41-11, on va faire la facture, on va faire 7. Alors, la facture de vente, c'est un produit. On va avoir une sortie de stock, mais c'est un produit, l'entreprise. Alors, vente de marchandises, la classe 7, les modalités de paiement, je vais faire la banque. ومازال كنتسالو يعني 34-21 كليون 7500 درهم. دونك كما تشوفوا نفس لا فاكتور سجلناها عند الكليون وسجلناها عند لو فورنيسور كتشوفوا الاختلاف اللي كيكون بيناتهم بالنسبه للفورنيسور داخله في لي برودوي وبالنسبه لو كليون داخله في الكلاس 6 يعني في لي شارج. الوغ غادي نخدموا دابا على لي فاكتور افيك ريديكسيون. Alors, on a une facture, on a d'abord les réductions. On a deux types de réductions peuvent accompagner la facture. Au moins, les radins de range, Allah fait ça, l'imagine. Donc, quand on a une compte, on a fait ça, on a fait ça, donc on a fait la facture, on a fait ça, 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 on a fait. Donc, les procédures de la facturation, la comptabilisation de la vente ou l'achat, je fais ça d'abord. في الدرس الماجي ان شاء الله غادي نشوفوا لي ريديكسيون اللي عندنا هما جوج الانواع ديال لي ريديكسيون. من بعد غادي نشوفوا لي ماجوراسيون تي فيا و ترونسبور و لي زومبالاج. دونك شويه بشويه تنكملوا لا فاكتور. دونك الى عندكم اي استفسار دونك ما تنساوش تضعوا السؤال ديالكم اسفل هذا الفيديو هذا
وإلا عندكم شي سؤال خارج الدرس ممكن تبعثوا لنا عن طريق aptlac.com او لا عن طريق دوفني بروفيسوري على الصفحه ديالنا الفيسبوك. دونك ما تنساوش الا كنتوا على على الموقع يوتيوب تضغطوا على سابوني باش تكون دائما على اطلاع بالجديد ديالنا. دونك السلام عليكم وحتى الموعد الاخر.